لا دكتور ولا صيدلي هيقولك على الوصفة بتاعتنا ولا على العشبة بتاعتنا اللي احنا مستخدمينها النهاردة. العشبة بتاعتنا دي هترجع بشرتك زي بشرة الأطفال، العشبة بتاعتنا وشوية مية بس هيخلوكي زي البدر المنور. العشبة بتاعتنا محدش يتكلم عنها قبل كده على اليوتيوب اطلاقا. تعالوا يا بنات نشوف عملنا ايه بالعشبة بتاعتنا البسيطة دي يا بنات، تحفة. والعطار قال لي دي حاجة كده اختراع ومحدش كتير يعرفها. تعالوا نشوف العشبة بتاعتنا هنعمل بيها ايه، وايه اللي هنستفيد بيه منها، وايه هي بالظبط وشكلها ايه ونجيبها منين، والكلام ده كله هنعرفه في الفيديو يا بنات. وايه اللي ممكن، وعلى فكرة ليها فوائد تانية كمان غير البشرة. العشبة بتاعتنا انا لما عرفتها انا كان الاسم جديد عليا والاول مرة اعرفه. تعالوا نشوف ونتعرف مع بعض على العشبة بتاعتنا وازاي هنستخدمها وايه اللي هنستفيده منها. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا بفكرك يا قمر تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايمي التميمي، واتمنى تشرفوني وتنوروني. دمتم في امان الله، ويلا على الفيديو نشوف عملنا ايه بالعشبة بتاعتنا اللي اول مرة اعرفها معاكم. تعالوا بقى نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي، واللي يقدر يفرق بين الاتنين يقول لي ايه هو المر بطارخ اللي هو، وايه هو اللبان الذكر او اللبان المر. الوصفة دي جديدة ومحدش عملها قبلي على اليوتيوب. الوصفة دي حرفيا انا اعرف ان هي جبارة، انا لسه هجربها معاكم. بس انا في عطار هو اللي قال لي عليها، قال لي ممتازة. مر البطارخ ده يا جماعة اهو انتم شايفين، اصلا هو واضح شايفين اللون ده. هو على فكرة في الشكل زي اللبان المر بالظبط او اللبان الذكر، بس ده تحسوه اغمق شوية. يعني شايفين عامل ازاي اهو، وهو مش رخيص بس بتقدري تجيبي من عند العطار اي كمية انت عايزاها. تمام يا بنات، بصوا تقدري تستخدمي الوصفة بتاعتنا دي بمر البطارخ، بس هتروح عند العطار كده تقول له عايزه مر بطارخ. هو بالظبط هوريلكم دلوقتي اهو، شايفين هو بالظبط شبه اللبان المر. يعني لحظه بقى هوريكم ده وده اهو، شايفين ده بس اغمق كده ومش عارفه، هو نفس الشكل بس ده لونه غير، وده هو اللبان الذكر او اللبان المر اللي كلنا عارفينه. تمام، تقدري تستخدمي المر بطارخ ده لوحده في الوصفة بتاعتنا. وعلى فكرة المر بطارخ ده من الحاجات الكويسة جدا للناس اللي بتعاني من الديدان والاطفال وكلام من ده. تقدري تستخدموه زي اي حبوب بناخدها كده على الريق الصبح، حباية من يعني مثلا هتجيبي حباية زي دي كده وبتحطيها في بقك وبتشربي وراها مية. للاطفال وللكبار واللي اعرفه ان ملهاش اي اثار جانبية، وده العطار اللي قاله لي جزاها الله خير. تمام، هو اللي قال لي كده، انا مش عارفه فعلا صح ولا لا. تمام، بس اللي انا عرفته ان المر بطارخ ده الوصفه اللي انا هعملها دي خطيره. تعالوا بقى نشوف احنا هنعملها ازاي. اول حاجه معانا هنجيب برطمان بقى، اي حاجه بنغطيها كده عشان احنا هنفضل هتفضل عندنا شويه، يعني مش هنستخدمها على طول، احنا هنفضل نستخدمها على فتره حوالي اسبوعين او حاجه. تمام يا بنات، هنجيب البرطمان بتاعنا وهنبتدي ننزل بالمر بطارخ اللي هو حوالي معلقة صغيرة اهي. تمام، تقدري في المرحلة دي تستخدمي المر بطارخ بس تحطيه كده وتحطي عليه مية مغلية، كوباية من المية المغلية، وهتبيتيه ليلة كاملة وبعدين تستخدميه. تمام، بس انا طبعا عايزة ازود الفايدة بتاعته وهحط عليه لبان ذكر، هحط عليه لبان مر، هحط برضو نفس الكمية معلقة صغيرة من اللبان الذكر او اللبان المر. فمعانا معلقة من المر بطارخ ومعانا معلقة من اللبان الذكر اهو. هنجيب بقى كوباية من المية المغلية وهننزل على الكلام بتاعنا ده اللي هي اللي احنا حطيناه. تمام، بس كده واحنا كده عملنا وصفة زي ما عرفت، يعني ان هي هتخلصك من الهالات السوداء، التصبغات، الاسمرار، الناس اللي بتطلع في الشمس كتير، الناس اللي عندها هالات سوداء، الناس اللي وشها في حتة فاتحة وحتة غامقة، الكلام ده كله يا بنات.
هتستخدمي الوصفة بتاعتنا دي ازاي؟ هتستخدميها بصي انت طبعا احنا حطينا المية المغلية اهي، دي مية مغلية انا بستغليها من شوية وبردت شوية، بس هي طبعا يفضل تكون مية مغلية جدا. شايفين اصلا جوه المية باين دي، ده المر بطارخ اهو باين لونه، وده اللي باين الدكر، هما نفس يعني تحسيهم واحد كده بس الاختلاف في اللون بس. هتبيتيه ليلة كاملة. المر بطارخ ده تحسي ان هو شوية في نعناع، يعني فاهمين فيه زي معجون الاسنان والحاجات دي شوية. مر طبعا لبان الدكر بيبقى فيه مرارة تمام، بس طبعا الاتنين للبشرة تحفة. انا طبعا عارفة فوائد اللبان الدكر وقد ايه عملته في ماسكات وبحبه جدا جدا، لكن المر بطارخ لأول مرة اجربه، هجربه معاكم علشان ما اكدبش عليكم واقولك ان هو انا جربته تحفه. لا انا لسه اول مره هجربه معاكم، بس اللي انا عرفته من عطار ان هي تحفه للبشره يا بنات. هتبيتيها ليله كامله زي ما انت شايفه كده، هتغطيها وبعد كده هتستخدميها من تاني يوم بعد ما تبيتيها ليله كامله. هتجيبي قطنه تمام او منديل او فرشه او ايا كان، وهتمسحي على بشرتك منها الصبح وبالليل، وزي ما بيقول العطار هتلاقي بشرتك زي الازاز، هتلاقي بشرتك صافيه ورايقه ونضره وهتبقى حاجه تحفه. انا هجرب معاكم، يا رب نستفيد كلنا. العشبه موجوده عند اي عطار، تقدري تروحي تسالي عليها، اسمها مر بطارخ. هي في الشكل تقريبا زي اللبان الدكر او اللبان المر، بس اللون بس اللي مختلف. يا رب يا بنات نستفيد كلنا. انا مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا استخدمتها قبل كده، انا لسه هستخدمها معاكم. يا رب نستفيد كلنا، جربوا وهنجرب مع بعض ونشوف النتيجه هتبقى عامله ايه. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك، اللايك هو اللي بيرفع لنا الفيديو وبيخلي يعني ناس كتير تشوفه. ما تحرمش من وجودكم ابدا، وشكرا للناس الجديده اللي دخلت قناتي، مبسوطه بيكم جدا، وربنا يجازيكم خير ويا رب تستفيدوا ويا رب اكون عند حسن ظنكم. والله مبسوطه جدا جدا، انا الحمد لله القناه بتاعتي يعني انا لسه فاتحه القناه قريب والحمد لله داخله على 8000 مشترك، فشكرا ل 8000 شخص موجودين عندي، مبسوطه جدا بوجودكم، ويا رب اقدر افيدكم ويا رب اكون عند حسن ظنكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.